هي بتوفيق الله وعونه ومدده وببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الأسرار ومن منه انفلقت الأنوار صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قل ما تأتي الواردات الإلهية إلا بغتة، صيانة لها أن يدعيها العباد. في ناس قروها العباد وفي ناس قروها العباد، يعني العباد قرأها كثير من شراح الحكم قرأوها العباد، ولكن بعض شراح الحكم زي نسخة الشيخ زروق في الشرح، الشيخ زروق شرح الحكم على فكرة 32 شرح، كل ما يخلص شرحها يرجع يعيد شرحها تاني يلاقي ان لسه فيها معاني ما وفاش حقها، فشرحها 32 مرة. فشكلها العباد وقال ان اما تبقى العباد تبقى عام، بدل ما تبقى العباد تبقى العباد، عشان كل العباد بقى يخش سواء كان عابد او غير عابد. واضح؟ فاحنا هنقراها على تشكيل الشيخ ايه زروق. طالما تأتي الواردات الإلهية إلا بغتة، يعني فجأة. الوارد الإلهي اللي هو المعاني التي تفيض من الله على قلب المؤمن حال عبادته، قد تأتيه أنوار وقد تأتيه فتوحات، معاني أو مرائي يراها أو يسمعها، كما حدث للصحابة. ففي من الصحابة من قرأ القرآن ونظر إلى السكينة تنزل عليه وهي نوع من الملائكة، حتى إن الفرس كان يسهلل وبعدين يبطل قراءة علشان كان ابنه نايم جنب الفرس، خاف لحسن الفرس يعور ابنه، فلما أصبح وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استمريت في قراءتك لأصبحت يراها الناس الملائكة. يبقى الصحابة حصلت لهم حاجات زي دي، جاءت لهم واردات في أثناء عبادتهم. وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب وهو واقف يخطب على المنبر، وخطبة الجمعة عبادة، فكان منشغل بعبادة، وكان أرسل سرية إلى دمشق إلى الشام في جيش، وهو واقف في المدينة المنورة، ربنا كشف له كل الحجب دي وشاف سرية وشاف الجبل وشاف الجيش وشاف المدد بتاع الأعداء هيجي هيحيط بيهم ويحوط عليهم، فناداله، شافه وناداله وسمعه. كل دي بتيجي بغتة، يعني ما كانش مرتب لها سيدنا عمر، يعني هو طالع المنبر او صبح الصبح ما كانش عارف انها هتحصل في اللحظه دي، دي جات له كده فجاه هديه من الله كده. كذلك الواردات الاليه تاتي بغته، واخد بالك، بدون انتظار، لانها وهبيه وليست كسبيه. وهبيه يعني منه من الله ومحض فضل، وليست اكتساب من العبد وتحصيل، لا تاتي بتحصيل العبد ولا كسبه، ولكن تاتي بمحض فضل من الله. كويس؟ فقلما تأتي الواردات الإلهية إلا بغتة، يعني فجأة، صيانة لها، حماية لها، أن يدعيها العباد. بدل ما واحد يقول للناس مثلا إيه، ما لو بتيجي بقى بطريقة معينة، يقول أوراد معينة بعدد معين يروح إيه جياله، يقوم إيه يجمع الناس أهل المسجد ويقول لهم: تعالوا أهل المسجد بين المغرب والعشاء أنا هحضر لكم وارد إلهي تمام، واخد بالك، يبقى هو بيوضبها. فربنا أراد أن يصونها ويحفظها من الرياء ومن الظهور، فهمت ازاي؟ فاجعلها تيجي بغتة على يد الولي من الله فجأة بدون هو ما يكون مرتب لها، وإلا قد يدعيها بعض الناس فتبقى فيها رياء ويبقى فيها ظهور، فهمت ازاي؟ طبعا الواردات بتشعر بيها، قد تكون واردات ظاهرة يعني تظهر عليك على ظاهر حالك، وقد تكون واردات باطنة يعني تنور باطنك دون ان يراك الناس، تبقى قاعد في وسطهم كده وانت نورت فجأة من جوه، واخد بالك، بمعاني في قلبك وضعها الله في لحظة من اللحظات. وقد يحدث عليك على بعضك كده، زي ما رأوا بعض الناس منيرة زي بعض الصحابة وهو ماشي منصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة الظلمة، اضاءت لهم طرف الصوت بتاعه، اضاء لي الطريق، فهمت ازاي؟ إضاءة حسية، طول ما هم ماشيين مع بعض، لما جم انفرقوا كل واحد فانقسم النور مع كل واحد حسي، فجاءه الوارد الحسي، هنا حسي يرى. ما هو في وارد ظاهري وفي وارد حسي،
غالبه حسي، غالبه معنوي يعني، ونادر منه الحسي. في ناس بتحصل لها كرامات حسية تراها الناس، يمشي على المية من غير ما يتبل، ايه المشكلة؟ تحس ده وارد حسي برضه، ايوه يعني كرامة، كرامة. نعم، ما احنا بنتكلم على احوال الاولياء، واخد بالك؟ يبقى قل ما تأتي الواردات الإلهية إلا بغتة، يعني فجأة بدون ترتيب، لأنها وهبية وليست كسبية. صيانة لها يعني حماية لها، أن يدعيها العباد. لحسن يقول أنا شوفوا أنا بقى أهو سبع البرومبة، أنا اللي بعمل الحاجات دي. حاوي بقى حاكم الناس عايز الولي حاوي، واخد بالك إزاي؟ يعمل من الفسيخ شربات، يبقى ده بقى الولي. الناس كده، لأن الناس ما عندهاش النضج والفهم من الله. الناس العوام العاديين عايزين كده، عايزين حاجات ظاهرة، ايوه واخد بالك ازاي، تزغل العينين، انما مش عايزين المعاني، ما يفهموهاش قوي. وعشان كده ربنا عشان يحمي اولياءه من الشهرة ويحمي اكرامه من الرياء، لان الشهرة مشكلة كبيرة قد تنزعه من الولاية. الشهرة لان هتخلي الناس كلها تتلم حواليه بقى زي النمل، وادعي لنا عم الشيخ ويتمسحوا له ويقضوا له مصالحه، ويبقى واصبح بعد ما كان معرض عن الدنيا اقبلت له الدنيا فيفتن بالدنيا. فهمت ازاي؟ تبقى مشكله، فقد يفتن بها فتنزع الولايه منه بعد ما كان قايم فيها. فهمت ازاي؟ ونايم واكل شارب فيها. وعلشان كده ربنا صانها واجعلها تيجي بغته بلا ترتيب. يبقى هو قاعد في وسط الجامع كده مع الناس مش باين خالص، اول ما يروح بيته ويقفل القرعه على لوحده تحصل له. لو هو بقى لسه نفسه حية مش ميتة يعني، بيدور على الشهوات، يقول يا رب ليه ما جبتليش في الجامع بس عشان بس نتنعنش كده، الناس تعرف قيمتنا. فهمت ازاي؟ يقوم يعرفونا، لان هو لسه نفسه عايز الشهرة، عايز الشهرة نفسه. ويبقى في الحالة دي، واخد بالك ازاي، قد يحرم في الحالة دي، قد يحرم. وفي ناس ربنا يجعل وارداتهم ظاهرة لما يكون ما يفرقش معاه. في بعض الناس ما تفرقش معاه، تظهر قدام الناس ما تظهرش، ما تفرقش معاه. صيانة لها أن يدعيها العباد بوجوب الاستعداد. فهمت ازاي؟ بدل ما يدعيها يقول لك اه شوف بقى حصلت لي، أصل أنا هقول لكم كلمة سر، أنا بقالي 40 سنة ما فاتنيش تكبيرة الإحرام في الجامع. أنا بقالي 20 سنة بصلي الفجر بوضوء العشاء. انا بقالي مش عارف كام بصوم الاثنين والخميس وفاتح بيوت ايتام وعامل وعامل، انا وانا 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 ابلس. بعد ما كان الولي قاعد يقول انا وانا وانا، يعني نسب هذا كله الى الانا مش محض الفضل، فتأبلس. انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهمت؟ فاصبح ابليس، يبقى ماشي على مذهب ابليس. فهمت المسألة بقى؟ فربنا علشان يحمي عبده الولي ده ادهاله من غير استعداد منه، ادهاله فجأة، لان لو كان بناء على الاستعداد يقول اتيتوا على علم عندي. فهمت المسألة؟ فعشان يحميه من هذا ويحمي اولياءه ويحمي الناس من ان تفتن ايضا، لان الناس لما تلاقي الحكاية دي تحصل قدام الولي بقى وقدامهم، كل واحد عايز بقى يعبد ربنا علشان تحصل له، فاصبح مش بيعبد ربنا علشان ربنا، ده بيعبد ربنا عشان يبقى حاوي بقى. فهمت ازاي؟ عايز يبقى حاوي، يجيبوه في برنامج مواقف وطرائف، ياكل الازاز ويمسك النار ويشرب مش عارف مية النار ما يجرالوش حاجة، وينام على المسامير والحاجات اياها دي، ويبقى على الهوى ويتنطط مش عارف يعمل ايه. هو عايز يبقى كده، يجي في مواقف وطرائف، واخد بالك ازاي، ويقبض له مبلغ ويعملوا له فيلم فيديو ويتباع بقى بملايين الجنيهات ويكسب، يبقى ده اوانطجي. يبقى قل ما تأتي الواردات الإلهية إلا بغتة، صيانة لها أن يدعيها العباد بوجوب الاستعداد. فهمت الحكمة واضحة؟ طيب، يبقى بتجي له بغتة بدون استعداد منه، ليعرف منة الله عليه، يعرف إنها بمحض فضل من الله، فيبقى يعرف منة الله عليه دي في عند الولي، وبعدين ليقدر قدرها فيعرف ويعرف قدرها. لما تجيلك انت حاجة انت مش منتظرها وتكون غالية عليك تحافظ عليها فتعرف قدرها، ويعظم الفرح بها
تصور انت قاعد كده فجأة لا بيك ولا عليك يقولوا لك ده انت ليك عم قاعد في امريكا طول عمره وملوش وارث الا انت ومات وجايب لك مليون دولار، انت الوارث الوحيد، انت ما كانش ببالك ان ليك عم اصلا ولا فتفرح بيها لان جات لك حاجة انت مش عامل لها حساب وفجأة جات لك فجأة. كذلك الوارد الالهي لما يجي فجأة تفرح بيه فرح شديد، يبقى ربنا اراد ان يفرحك. فهمت ازاي؟ اراد ان يفرحك عشان كده جات لك بغتة، واراد ان يعظم منته عليك تستشعرها عشان يعظم شكرك له، ولئن شكرتم لازيدنكم، فتقوم تزيد ما تقلش. يبقى ربنا لما بيمن عليك بالوارد يريد ان يزوده سبحانه، لكن انت باعمالك انت اللي بتقطع. فهمت بقى المسألة؟ وتالت حاجة انها بتيجي بغتة انها الغيرة، الغيرة، لان الله سبحانه وتعالى يغار على اوليائه، مش عايز حد يعرفهم غيره، ومش عايزهم يلتفتوا لغيره، فهو يغار عليهم وهم يغارون عليه سبحانه، فيغار على قلب الولي حتى يصير قلب الولي خالصا لله، فلا يظهرها عليه مع وجوب الاستعداد، ولكن تأتيه بغتة غيرة على قلب الولي أن يدخله سوى الله بالتفات الناس إليه. فهمت المسألة؟ كل دي فوائد فإنها تيجي بغتة. وعلشان كده الحكمة اللي بعدها على طول قايل لما تحصل لك الحاجة دي بقى ما تقعدش تحكيها للناس، أدام ربنا عملها معاك حاجة كده في السر بينك وبينه سبحانه، فما تقعدش بقى، هتقعد تحكيها هتتقطع، مش هتجيلك تاني ولا هيجيلك زيادة، هتحرم لأنها سر، سر بينك وبين الله، فلا يليق انك انت تفشي هذا السر. ممكن تبقى رؤى، ممكن واحد يكون مثلا ايه ربنا بيمن عليه كده برؤى، رؤى وتتحقق كده، في ناس طبيعتها كده يقول لك انا ما اشوفش رؤية الا وتيجي زي ما تحصل، ده نوع من الشفافية، فما فيش داعي ان كل شوية يقول للناس شوف انا لما اشوف رؤية هيحرم، دي خليها علامة بينه وبين ربه بقى ويسكت، اذا ما كانش يعرف يفسرها بيروح للي يفسرها ويحكيها للي يفسرها له، مش بالميكروفون ولا على الملأ، بينه وبينه. فهمت ازاي؟ بس كل يوم تحط ايدك تحت المخده هطلع ايه على موضوعك ومات. لما قالت اتقطع كانت بتاخد تحت بعد كده النهارده الطيب ده حتى قال لي كده بعدها ما لقيتش. ايوه، وعلى شكله جايب الحكمه اللي بعدها بقى بيحذرك ان لما تحصل لك هذه الامر ما تجاوبوش قدام الناس ولا تحكيه قدام الناس، فيقول ايه؟ من رأيته مجيبا عن كل ما يسأل، مجيبا عن كل ما يسأل، ومعبرا عن كل ما شهد، وذاكرا لكل ما علم، فاستدل بذلك على وجود جهله. فهمت؟ واحد شاف رؤية، شاف علامة، شاف حاجة، يقعد بقى يلم زيد وعبيد ونطاط الحيط يحكي له، ده دليل جهله، لان هو لو عارف قيمتها. انت لما يبقى عندك كنز يا راجل، لما يبقى عندك كنز هتلم الجيران تقول لهم ده انا شايله تحت المخده؟ هتخاف عليه، والا ممكن يكسروا الباب وانت بره ويخشوا ياخدوه. فالمعاني اللي ربنا ولدها لك في قلبك فجاه دي كنز، حافظ عليه بقى، والا هيجي اللصوص ياخدوه منك، تحرم منه. فهمت المساله؟ ففي كنز معنى، مش كنز حسي، ده كنز. فربنا بيخليه يعني يريدك انك تتعامل مع كنز المعاني كمعاملتك مع كنز الحس. انت ما يبقى عندك حاجه غاليه تحب تحطها على البسطه قدام الشقه، باب الشقه، وتقفل باب الشقه وتخش تنام، ولا تخشها جوه اوضه جوه وتبقى خايف ولادك نفسهم يشوفوها كمان، لاحسن ايديهم تلعب فيها تبوظها، صح ولا لا؟ يبقى اولادك حتى خايفهم ان يشوفوها، فما بالك لما ربنا يمن عليك بكنز المعارف. ولم يأذن لك الله ولا نبيه في الرؤيا الواضحة التي ليست فيها لبس انك تتحدث بها، فليه تتكلم؟ هتحرم، فخد بالك. وعشان كده ناس يقول لك انا شفت رسول الله في المنام من 20 سنة وما شفتوش تاني، عشان انت لما شفته هللت،
لميت كل الدنيا وقلت ده انا شفت النبي امبارح وقال لي وقلت له فرحان قوي. طيب بقى بقابلني لو جالك تاني بقى. بينك وبين انت بقى هيبعتك انت بقى رساله للامه ما تقولهاش ما تقولهاش. لا مش على كده، لان انت مش في منصب، مش على هالفوت، انت مش في منصب. ما انا فاهم، اسمعني، انت مش في منصب ولا الناس دول في منصب انها تبلغ الامه، لان النبي بلغ الامه خلاص. ما بتحصلش، لان الدين كامل يا عم، الدين كامل، الدين كامل خلاص. يبقى خلاص، يبقى ما يبلغش، ما يبلغش الا اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلغ. ما هو بقى قال له بلغ يديله خلاص خلاص، اذا قال له يبقى قال له يبلغ. لكن احنا بنتكلم على واحد شاف رؤيه بدون ما يجي له اذن بالتبليغ، خدت بالك؟ ما يقعدش بقى ايه يملى الدنيا. والا وفي ناس كتير كده كانت بدايتها حلوه مشرقه، لما ابتدت تتكلم وتحكي الاشراقات ضلمت الاشراقات، فيبطل يبطل ويجتهد مع الله. ولما تجيله تاني تتفتح تاني في يوم الايام يسكت بقى، سر بينك وبين الله. ما يجراش حاجة بقى، انت اتكلم، انت بس اتكلم. من رأيته مجيبا عن كل ما يسأل اما يسأل، ومعبرا عن كل ما شهد، وذاكرا لكل ما علم، فاستدل بذلك على وجود جهل. لأن ربنا بيقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يبقى هو هيخالف نص الآية، يقول لك أنا أبو العريف. ده حتى في مهنة، في أي مهنة، يعني إحنا حتى كأطباء مثلا في تخصصنا، لما يجي واحد يقول لك أنا بعرف أعمل كل العمليات، أنا بقيت راجل تمام التمام، والله ربنا هيزر له في خراج. دي هي كده ليه؟ لأن الحكاية طالما بقت غرور بقى اتفرج. وبتحصل، بتحصل مع 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 يعني بتحصل معايا انا ساعات بعجب بشغلي بحكم ان انا جراح، اعمل عمليه كده ابقى مستمخ من عملها حلوه قوي وحاجه اخر جمال، وقت قياسي وعمليه طويله، ابقى مروح البيت يا سلام بقى سبع البرومب، تبص تلاقي العيان يجرى له مشاكل مع ان عاملين له العمليه حلو، لكن يحصل له اي مشكله في البنج يجوا يفوقوه، لو مش عارف في صدره كان فيه ايه، حصل له مش عارف ايه، كان عنده ايه، عشان ربنا يأدبك ويقول لك ان ما فيش حاجه بتعدي الا باذن، مش بشغلك. فهمت ازاي؟ بتحصل. وكنا احنا امتياز في القصر العيني زمان سنة 79، وكنا شغالين في احد اقسام الجراحة، وكان رئيس اقسام الجراحة هو رئيس القسم ده رحمه الله، راجل طيب. وبعدين ايه، عمل عملية، اتعمل في الليستة دي حوالي 20 حالة من 8 الصبح للساعة للمغرب، شغالين كل الصف كله بشغال. والرئيس الوحدة ده اللي هو بقى رئيس أكبر راس، عمل بواسير لطبيب امتياز، أبسط عملية بقى بواسير بقى، وتعمل عمليات إيه بالليل، فكرك مين اللي نزف وتعب؟ هو حالة البواسير دي بتاعت الأستاذ الكبير، واخد بالك؟ دي علامات، مش معناه إن هو ما بيعرفش يعملها، لا ده هو بيعملها أحسن من أي واحد فينا، لكن دي يمكن علامة ربنا سبحانه وتعالى يريد إن هو يعلمه حاجة. ما تقولش أنا بقيت الكبير، خلي الناس هي اللي تقول، لكن انت ما تقولش على نفسك. فهمت المسألة؟ الناس تقول دي مسألة تانية، لكن انت تقول على نفسك دي وحش. كل واحد في مهنته كده يجرب كده، كل واحد في مهنته ويقول انا ابو العريف، حتى لو واحد بيعمل حسابات ويكون راجل تجاري كده ما بيخرش منه المية، ويقول لك انا تمام التمام، تلاقي تبص تلاقي اما يجي يقفل الحسابات يتحير في رقم مش عارف يظبطه، ويقلب ويعمل ويقلب ومش عارف يجيبه. تحس في بتوع الحسابات والمهندسين والاطباء والمزارعين، حتى في بلدنا كان راجل مشهور شاطر في الزراعه، يعني كان مثلا يزرع الفدان بتاعه، لو واحد جنبه زارع فدان زي زراعته ده يجيب 3-4 مثلا اردب، ده يجيب 2 اردب، راجل بقى تمام خبير. فلما خد قلم في نفسه بص لقى بيزرع بنفس الطريقه وبنفس مش عارف ايه، بقى يقعد على القهاوي بقى ويقعد في كل حته، أصل أنتوا جاهل، أنتوا ما بتعرفوش، أنتوا لو كنتوا بتعرفوا كنت عمل. ناسي آية أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نسيها مع إنه راجل مؤمن ويصلي، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى يغار. إذا كان مع نبيه لما ما قالش إن شاء الله أخر له الوحي، وده رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، لما سألوه على بعض الأسئلة فقال لهم أجيبكم غدا وما قالش إن شاء الله، تأخر عليه الوحي.
اذا كان مع النبي كده يبقى معنا احنا نعمل ايه؟ فهمت ازاي؟ فالواحد لازم يراقب ربه ويكون في حذر ويكون عنده ادب في التعامل مع الله. وكل ما ربنا يكرمك بحاجه حافظ عليها، ومفيش داعي انك انت تنسبها لنفسك تقول اصل انا راجل طيب طول عمري كويس عشان كده. شوف ما حطش ايدي في حاجه الا وتمشي كويس. نسب ايه؟ نسب لنفسه الفضل. يقول لك اصل انا راجل، شوف ما امشيش في مساله الا وتتقضي. طب امشي بعد كده في مساله خليها تتقضي تاني بعد ما قلت كده، ربنا هياكلك لنفسك. فهمت ازاي؟ فلازم تشوف فضل الله عليك اولا واخيرا. نعم. ومن هنا برضو صح صح قصة سيدنا موسى مع الخضر، علشان كده لما بيسألوا من اعلم اهل الارض قال انا، وليه حق سيدنا موسى ليه حق يعمل ايه؟ نبي ورسول من اولي العزم هيعمل ايه يعني؟ لكن هو كان ايه من باب يعني، هو قال كده برضو خد بالك يعني، قال كده وهو فعلا كده، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو ايه يعني يرده للتواضع اللي هو اصلا صفات الانبياء. وهو برضو كان متواضع لكن هي خلاف الاولى يعني، فعل الانبياء كلها واخد الاولى بمكانته خلاف الاولى بمكانته هو. فهمت ازاي؟ لكن دي حاجات يعني مش عايزين نتدخل في فعل الله مع انبيائه علشان دول مقامهم عالي قوي، فما نقولش اخطاوا. فهمت ازاي؟ دي حاجه كده بقى مقامهم عالي، دي ربنا بقى بيتعامل معاهم بطريقته سبحانه. قد لا يخطئ النبي وقد يفعل الجائز وربنا سبحانه وتعالى يؤاخذه لان مقامه يحتك. فهمت ازاي؟ هو اصلا مهذب. الكلام هنا خطير، ما تخشش في مساله خطيره، الكلام هنا يتحسب لان ده في حق الانبياء. فهمت ازاي؟ فالواحد احسن يسكت، ما يقدرش يقول كلام ما يليقش وما يقول قصدي ومش قصدي وقصدي، ده انبياء اسكت. انت بتتكلم في سيدنا موسى ثالث واحد في افضليه الخلق على الاطلاق، افضل الخلق على اطلاق نبينا، يلي سيدنا ابراهيم يلي سيدنا موسى بالترتيب كده. فهمت ازاي؟ يلي سيدنا عيسى يلي سيدنا نوح بالترتيب كده. فانت مش بتتكلم على واحد اي حاجه، لا خد بالك. ايوه. وعلشان كده لما تيجي تجاوب الناس على كل حاجه تعرفها قد تفتن الناس. وعشان كده سيدنا علي كان يقول ايه؟ ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال أتى أهله، وليس كل ما أتى أهله أتى وقته. يبقى دي عايزة حكمة. يعني ساعات أنت تقول كلام تفتن الناس، وبتحصل لنا كتير، يعني أنا ساعات كده ألاقي واحد يعني اللي يكون لسه داخل في الموضوع جديد في الدين ويجي يسألني أقول له حاجة هي مش عارفة تركب في مخه، أنا بقول له حاجة صح على فكرة مش غلط، بس هي مش عارفة تركب في مخه. تقوم تفتنه، يقوم ياخد مني موقف يخاف بعد كده يسألني. فهمت إزاي؟ لأن أنا ما عنديش الحكمة اللي بيها أعرف أكلمه بالقدر اللي هو يفهمه بدون ما افتنه. فهمت ازاي؟ في المرحلة اللي هو فيها على الأقل. فدي بتحصل في الناس اللي هم بيتعلقوا اللي بيتعرضوا لأسئلة الناس في الدين وغيرها، محتاجين الحكمة دي. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال أتى أهله، وليس كل ما أتى أهله أتى وقته. فهمت ازاي؟ فالحكاية عايزة نور من الله. فمن رأيته مجيبا عن كل ما يسأل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا لكل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهل. يعني كل حاجة يعرفها يقولها. لا ما هو مش كل حاجة تعرفها تقولها، لأن ممكن بتقولها في الوقت اللي ما فيش أهلها، اللي ملهاش أهلها. احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي يعني مش كل الناس تعرف تفهمها. فهمت؟ فأنت بتقيم الأمور. شوف جايب لك هنا بيقول لك إيه؟ وإذا كان الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فكيف بالعلم الذي هو لؤلؤ مكنون؟ فإزاي تدي السفهاء بقى العلم؟ إذا كان ربنا قال في المال ما تدوش السفهاء، يبقى هتدي العلم للسفهاء وهو اعلى من المال. وعلشان كده ما تقولش العلم الا لاهله. وقال ابو هريره رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جرابين من علم، اما احدهما فبثثته في الناس، واما الاخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم.
لان الناس مش هتفهم، اللي هو علم الاشارات، علم الحقائق. علم الحقائق والاشارات يعجز الالفاظ انها تصيغ بعبارة رائقة واضحة يفهمها كل الناس، ولكن يفهمها اهل الحقائق دون اهل الظاهر. فاذا ابتدى يتكلم هيسمعها اهل الظاهر فيفهموها على ظاهرها، وهي ليست مرادة على ظاهرها، ده مرادة بمعنى اخر. فتبص تلاقي الناس تفتن، وعشان كده سيدنا ابو هريرة سكت لانه مشافش الناس انها ده. سيدنا ابو هريرة في وقت وجود الصحابة، فما بالك احنا ايه كل واحد قاعد لسانه زي المبرد يرغي ويتكلم؟ ده دليل الجهل مش دليل العلم، الكلام والرغي ده. نعم، ما يرضاش يوحى لحد. وسيدنا علي زين العابدين ليه شعر، كان ليه شعر يقول ايه: يا ربي جوهر علم لو ابوح به لقيل لي انت ممن يعبد الوثنا، ولاستحل رجال المسلمون دمي يرون اقبح ما ياتونه حسنا، اني لاكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. فهم؟ في حقائق التوحيد، كثير من حقائق التوحيد وعلاقة الله سبحانه وتعالى بخلقه، وعلاقة الله سبحانه وتعالى بالوجود والحادث مع القديم، علاقات يجل الوصف عن وصفها، ويندر الألفاظ إنها تعرف تعبر عنها، فيأتي العالم من دول يحاول يعبر يروح في ده. وعشان كده سيدنا رسول الله لكمال حاله لم يمتحن بما تعي العقول به، فلم نرتب ولم نهي لكمال حاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللفظ تلاقي أهل البدايات يفهموه وأهل النهايات يفهموه، وكل واحد ياخد من هذا اللفظ على قدر إيه؟ فهمه وعلى قدر مقامه، وهو لفظ واحد لأن ده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأولياء ما كانوش على نفس هذا القدر من سعة العلوم اللي بيها يستطيعوا ان هم يوصلوا المعاني بصورة لا يفتتن بها الناس. وعشان كده كثير من الناس أساءوا فهم كلام الصوفية في أحوال الفناء وبعض أحوال السكر اللي بتحصل لهم في العبادة والخلوص مع الله، ويبتدي يعبر عنها، فيبتدي ما يعبر عنها زي ما بيسألوا الحلاج أين الله أو أين الله أو من تعبد، قال ما في الجبة إلا الله، فقالوا الله ده قال إن ربنا حل فيه، ده كافر، وحكموا بردته وقتلوه. وهم كانوا بيسألوه في حال، واخد بالك، فناء تام، كأنه بيقول، هو يقصد يقول بمعنى إن لا يتكلم ولا يجيب ولا يفعل أي شيء في أي حاجة في الأكوان إلا الله. فهمت إزاي؟ فالله هو الذي يتكلم على لساني، والله هو الذي خلقني، والله هو الذي يجيب، فهو الموجود، أما أنا فليس لي وجود. أدي المعنى اللي هو عايز يقوله، بس هو قاله بطريقة فهمها أهل الظاهر إن هي فيها الحلول، وهو كان في حال غياب. ما في الجبة إلا الله، جبته، فقالوا ده ادعى الألوهية، اقتلوه. وهم بيقتلوه كان بيبتسم ليهم ويضحك وفرحان، لأنه دليل إن هو ما كانش في حال وعي عادي. ما هو الإنسان لو في حال الوعي العادي هيبقى على الأقل خايف أو مثلا متجهم أو ساكت، لكن ده كان بيضحك كأنهم هيودوه مثلا يفسحوه، دليل إن هو كان في حال غياب وفي حال سكر مع الله، مش دريان، مش حاسس بنفسه. فهمت؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا الحال في حديث قال: قل الله حتى يقول الناس أنك مجنون، واخد بالك، أو اذكروا الله، اذكروا الله حتى يقال أنك مجنون. ده في حديث كده، يعني تفضل تذكر 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 لحد ما تغيب خالص في الذكر، بحيث الناس تناديلك ما تسمعهمش، والناس تسألك ما تجاوبهمش، والناس تعدي قدامك ما تشوفهمش، فالناس يقولوا عليك الراجل الجن، يعني معناه غيب تماما فيما تذكر، حال غياب. ففي بعض الناس وصلت لهذه الدرجة في بعض الأحيان، ففي هذه الحال يجي يتكلم، يتكلم كلام بقى إيه، ما يضبطش العبارة، لا يضبط العبارة، فيجي يروحوا كاتبينها عن لسانهم وهم في حالة لا يضبطون العبارة، وينقلوها في الكتب ويهاجموا بها أهل الطريق.
فهمت الزاوية كلها حاجات قبل للتأويل، والله أعلم. لكن قد يرخص للعارف أنه هو في أحيان أن يقول بعض هذه المعارف وبعض هذه الواردات، ولكن دي يقولها بعبارة رقيقة ورشيقة ويكون في كمال الصحو وكمال الإيقاظ حتى لا يفتن الناس. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فما بالك يبقى فتنة للذين أمنوا، وهي أشد، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وينور قلوبنا ويعطينا سؤلنا وينصرنا على أعدائنا ويفرج كربنا ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين.